لهم ساعة المكب جاي جاي التراكتور جاي التراكتور هذا يعني كنز بالنسبة لهم. تعال 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 شوف كيف الناس، هذا منظر لأطفال، هذا كنز بالنسبة لهم، هذه عيشتهم، هذه عيشتهم. هذا اللي جمعت، هذا اللي جمعته أميرة. شوف اللي جمعته أميرة اليوم. أطيب وش شوف؟ هذا لا يضيع، هذا روحنا هذا. وش؟ هذا روحنا هذا. إيش هذا؟ هذا إيش؟ روح. دقيقة. هذا روحه. ليه هذا روحه؟ لأنه يطلعنا الرزق. عجيبة. هذا إيش؟ جزرائي جبتها من هنا. هذا تلمه وتاكله. لا. ما تعرف الرسول؟ لا. الرسول ما تعرفيه؟ ها؟ طيب تعرف القرآن؟ لا. ها؟ لا. ما تعرف شيء القرآن؟ لا. صار لنا ايش قد نشتغل بهالبا ماما، والله يموتنا من الجوع. يعني يفتحوا لنا مدرسة يعلمونا. والله إذا ما نجي على الكب وعنا يقطعونا. يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. هذا هو العمار، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما. أو حتى بكثير ما دامت نيتنا للخير، الكل يساهم في التغيير. النعمة لا تبقى قد ترحل يوما، إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما. أنت المضمون لكونك والعنوان، أنت العمران. يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. ذاك هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما. طبعاً بعد مرور عامين رجعنا مرة ثانية لهذا المركز اللي تأسس، أو المدرسة اللي تأسست، مدرسة عمران ومركز عمران لتأهيل الطلاب. وخلينا نشوف بعد عامين وين وصل الطلاب. طبعاً الطلاب ما عندهم علم، فجايهم أنا مفاجأة إن شاء الله، ندخل ونعايشه ونشوف وين وصلوا في التعليم. إن شاء الله الشباب صوتهم عالي ومتفاعلين. إن شاء الله سنتين ما شفناهم واشتقنا لهم، والله هم اشتاقوا لنا. شوف
السلام عليكم ورحمة الله. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. كيف حالك أستاذ؟ أهلا أهلا. ذكرتيني؟ ذكرتيني؟ ها؟ هلا، تعال 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 تعال. هلا أحوالك؟ يا هلا، اشتقنا لك. ها؟ والله أنا أكثر منك. والله أنا فرحت كثير بشوفتك. الله يحفظك. أنا أقعد معاكم نسمع الدرس شوية، طيب؟ خلاص أقعد جنبكم يلا. معليش أستاذ، خليك تكمل على راحتك إن شاء الله. وبصوت خفيف برد وعرف إنه. يلا اسمعوا شوي، اسمعوا 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 يلا اسمع. يا رب يا ذا المنة يا رب، لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى، نورا واغفر لي واحشر لي مع خير الرسل يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب. يا سلام يا سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، بارك الله فيك. حبيبنا محمد كيف حالك؟ الحمد لله. تذكرتني؟ ايه. ها؟ أكيد ذكرتني ولا نسيتني؟ لا تذكرت. أنا متذكرك كويس. وأنا أتذكرك. والله أنا أحبك كثير. وأنا أحبك. بس أنا أكثر والله. والله. تتذكر أول مرة لما جينا؟ إيه. وين تلاقينا؟ بالغاد. بالغاد. وكيفك الآن مع المدرسة؟ الحمد لله. أمورك طيبة؟ إيه. تداوم كل يوم ولا نص ونص؟ لا كل يوم أداوم. إن شاء الله استفدت من المدرسة. إيه. حفظت الآن قرآن؟ إيه. كم جزء؟ كثير. كثير ها؟ الله يحفظك يلا خلاص، خليك إن شاء الله تكمل الدرس تمام؟ مين اللي تكلم؟ لا انت قلت هذا مين؟ انا. ها؟ انا. مين قال هذا عمران؟ انا قلت عمران. انت عمران، شفت عمران؟ شفت البرنامج؟ ايه شفته، اول لقيتهم بالجديد الكبة والوصال. ايه لقيتهم بالكبة، انت شفت الحلقة؟ شفته. كنت اسمك ايش؟ عبد الرحمن. والله يا اخي نورت المدرسة. نورت المدرسة فيك يا عبد الرحمن. عبد الرحمن عبد الرزاق. عبد الرزاق توما ما شاء الله، الله يحفظك. ان شاء الله الله يعطيك العافيه استاذ، بارك الله فيك. بارك الله وفي جهدك ان شاء الله. الله يسلمك. كيف تشوف مستوى الطلاب بعد سنتين؟ الطلاب الحمد لله يعني استجابة كويسه الحمد لله رب العالمين، تحسن يعني، حطينا خطه الحمد لله يعني انه تراعي المرحله العمريه اللي هن فيها. نعم. هم لما جو كيف كانوا؟ شفت مستواهم؟ كانوا بصراحه يعني حاله صفريه وتحت الصفر. كيف المراحل اللي تطوروا فيها؟ الحمد لله يعني صار في تطور يعني ما بدنا نقول سريع سريع، ولكن الحمد لله مقبول على حسب البيئه اللي عايشين فيها والاجواء اللي عايشين بها. الله يعطيكم الصحه والعافيه استاذ، بارك الله فيك ان شاء الله وفي جهدكم ان شاء الله. الله يسلمك يا رب. وان شاء الله يعني الله يجركم الخير. جزاكم الله عنا على جهدكم. الله يحفظكم ان شاء الله. تبارك الله فيك. الله يسلمك. نمشي للفصل الثاني الآن. السلام عليكم. تعال تعال شوف هذا البطل. هلا كيف حالكم؟ ما سمع. السلام عليكم. طيبين ما شاء الله. أهلا بالبطل. أهلا أهلا. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. كيف حالك يوسف؟ أخبارك؟ والله كبرت ما شاء الله. اشتقنا لكم. نقعد جنبكم ولا نقعد جنبك؟ يلا يلا. هنا ولا هنا؟ هنا. يلا بسم الله. طيب يلا أنا أحضر معاكم الدرس إن شاء الله. يلا عايزين نقرأ لنا قرآن. ها عما يتساءلون. طيب توقف هنا وتمسك هذا المايك.
طيب وتقرأ، يلا قرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ففتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا ولن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله. يا الله ما شاء الله. تعال 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 تعال. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايش هذا الابداع؟ تبارك الله تبارك الله عليك يا اخي، تبارك الله عليك ما شاء الله يا اخي. صوت ما شاء الله وتجويد وقراءة ما شاء الله تبارك الله. صفقة 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 ما شاء الله يا اخي. ايش هالصوت الجميل يا والله، ما كنا مكتشفينك هناك. هناك بس قاعد سارق، افتحوا لنا مدرسة. ان شاء الله. كيف تشوف المدرسة معاك؟ الحمد لله مدرسة زين، استفاديت الحمد لله وتعلمنا. جزاكم الله خيرا. الله يحفظك. لما جيت كيف كانت امورك؟ صعبة في البداية اول ما جيت؟ اول ما جيت كانت صعبة، ما كنت اعرف، بس بعدين تعودت وقمت اعرف تعلمت. ايش اكثر حاجة استفدتها من المدرسة؟ كل شيء. تعلمت حديث عند الرسول صلى الله عليه وسلم، كل شيء. ما شاء الله. ايش عندك حديث كمان؟ الا وانت عندك حديث؟ ايش الحديث اللي عندك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حب لقاء الله حب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يا سلام ما شاء الله. صفقه يا اخي، ما سامعين صفقه. ما شاء الله. أميرة صح؟ أخبارك أميرة؟ الحمد لله. إن شاء الله طيبة؟ والله الحمد لله. كيفك مع الدراسة؟ الحمد لله طيبة. إن شاء الله أمورك تمام؟ إيش استفدت الآن ما شاء الله؟ والله استفدت قرآن الحمد لله. ما شاء الله حافظ قرآن؟ إيش حافظه؟ آية الحمد قل هو الله. أها وكمان إيش حافظه؟ خجلانة؟ طيب ان شاء الله ان شاء الله اذا كبرتي كذا ايش تكون ان شاء الله؟ ايش تكون ان شاء الله مكبرتي اذا كبرتي؟ مساعد. ها؟ مساعد. مساعده؟ مساعده ايش؟ للناس. مساعد. يا الله صفقه 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 ما شاء الله. اميره قالت ان شاء الله اذا كبرت اكون مساعده للناس. وظيفتك بس تساعدي الناس. الله يحفظك ان شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله. خلاص ان شاء الله تجيك وشوفك اكبر مساعده للناس ان شاء الله. تمام يلا مع السلامه. الله يحفظك ان شاء الله. حبيبنا يوسف الله يعطيك العافيه. احنا قبل ما نمشي عايزين يعني تعطينا نصيحه لكل الطلاب لكل الناس. اذا عاد تعطيهم نصيحه ايش تقول لهم؟ يعني انصحهم ما يتلهون عن دراستهم او عن قرايتهم، يعني يظلون يدرسون مستقرين بالمدرسة، إن هذا الشغل مباشر مو راح يفيدهم، إن القراية والكتابة تفيدهم مباشر بالمستقبل.
يا سلام يا سلام، والله نصيحته غالية إن شاء الله. يعني أنت كنت تشتغل في المكب صح؟ صح. وخليت الدراسة؟ صح. طيب اللي راح مثلا في مكب، راح لحراقات، راح لكذا اشتغل، إيش تقول له؟ إذا هو متعلم؟ إذا مش متعلم يعني لازم يتعلم، لأن هذا باكر، هذا أحسن من الشغل باكر. أحسن من الشغل. إيه. إن شاء الله يعني رسالتك هذه وصلت للناس كلها، وإن شاء الله يعني بإذن تعالى أشوفك زي ما عايز، وتكون المنطقة هذه كلها تعلمها إن شاء الله. إن شاء الله. تمام؟ الله يحفظكم إن شاء الله. الله يحفظكم. يلا يا جماعة، يلا مع السلامة. أشوفكم على خير إن شاء الله، مع السلامة. يلا مع السلامة. أنت العمر. طبعاً من الأشياء المميزة صراحة اللي لقيناها إنه في فصل من المتميزين. يعني آلاء ما شاء الله وأنا طالع قالوا لي والله هي ختمت البقرة وآل عمران، هي بدأت أول ما بدأت بتبارك، لكن الآن ما شاء الله البقرة وآل عمران. ما شاء الله عليك، كيف حالك أنا؟ الحمد لله. إن شاء الله طيبة؟ ما شاء الله قالوا ختمت البقرة والعمران، في كم ختمتيهم؟ شهر. شهر؟ ما شاء الله. طيب نسمع منك حاجة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. بارك الله فيك. إن شاء الله. السلام عليكم. كيف حالك؟ إن شاء الله طيب. الحمد لله. يا أخي ألف سلام. إن شاء الله خير إن شاء الله. والله عيني ملتهبة. العين ملتهبة؟ العينين تشوف فيهم ولا؟ عندي واحدة رايحة خالص. واحدة رايحة خالص؟ والثانية؟ التهبة. ثانية التهبة. القرنية مضروبة. قرنية مضروبة. ألف سلامة إن شاء الله. ألف سلامة. من إيش؟ هذا انفجار. انفجار؟ وين صار الانفجار؟ من شي 6 سنين هذا من المخلفات. في مكب النفايات. اي نعم طبعا. يعني هذه واحده من القصص المؤلمه والمؤثره اللي احنا عايشناها، اللي لما اطفال كانوا ينبشوا في مكب النفايات كان هناك تكون بقايا لقنابل لمخلفات وغيرها فتنفجر في الطفل لما ينبش فيها، فهذا اللي حدث معاك انت. نعم. لذلك يعني سبحان الله منع الاطفال من هالبيئه واحتوائهم يعني حتى لها اثار اعمق مجرد فقط التعليم. طيب بارك الله فيك ان شاء الله، وما شاء الله عليك يعني كونك مستمر في التعليم ومواصل بعد هذه الإصابة، فأنت نموذج ومثال ما شاء الله تبارك الله. إن شاء الله نشوفك يعني أفضل وأفضل بإذن الله تعالى، وإن شاء الله نتابع معك حتى حالة عينك إن شاء الله بإذن تعالى. الله يسلمك. آمين إن شاء الله، وترجع تشوف وأقوى، والله يحفظك إن شاء الله. بارك الله. أنت العمر. طبعا من الأمور الجميلة والرائعة والأثر الكبير أنه الطلاب لما تعلموا والأمهات والآباء وشافوا أثر التعليم عليهم قالوا إحنا برضو يا أخي اعملوا لنا حاجة نتعلم، فانفتح صف لتعليم الأمية للأمهات، وكذلك عشان يتعلموا ويكون الأثر حتى في المنزل. هذا فصل لأمهات الأطفال. تعال. كيف حالك؟ إن شاء الله. أهلا وسهلا. حياكم الله. السلام عليكم. اليوم حياكم الله. طيبين. كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. والله فرحنا يا أخي إن شفنا هذا الفصل. أنا أشوف واحد أبو اليمان الله يجزاك الخير. تفضل. الله يحفظك إن شاء الله وعلى هذا الدرس. لكن أشوف واحدة من الأمهات الولد كأنه نام، فجيب جيب جيب تعال 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 تعال. أبو اليمان الدرس لو في حماس ما كان. كيف حالك؟ إن شاء الله طيبة. الحمد لله. ما شاء الله. هذا ابنك؟ أخوك. أها الله يحفظه إن شاء الله. الله يحفظه. الحمد لله. وأنا شايف الوالدة هنا. الله يحفظها. كيف حالك يا أمي؟ يا هلا يا هلا. ان شاء الله طيبه. الحمد لله ما شاء الله. داومي انت هم دوم؟ ايه. الله يحفظك ان شاء الله. استفدتي؟ ترجى من الله. الله يفتح لنا باب من باب الكريم. الله. كم عمرك ما شاء الله؟ 65. 65. إيه؟ الله يحفظك ما شاء الله. ما شاء الله. ومتى بداتي هنا؟ الله يشبابك. من اول ما افتحوا. من اول ما افتحوا. داومي كل يوم يا امي؟ كل ما يجي تصير الدوام اجي. اي. وايش اللي استفدتي الان؟ عرفت الأحرف. أنا أمي ما عرفت ابنه. عرفت الأحرف ولسه جاد. ما شاء الله. بديتي في عمر 65. الله يحفظك إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. أنا أخليك إن شاء الله أبو اليمان تكمل الدرس إن شاء الله. حياكم الله. ولنا لقاء بعدين معك إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى. بارك الله بكم. الله يحفظك إن شاء الله. حياكم الله. الله يحفظك. بارك الله بكم. بارك الله.
متهين والله يا اخي، ايش هذه حركات ها؟ يلا احسن. واليمان الله يعطيك العافيه، بارك الله فيك وعلى جهدكم. وانتم يمكن من الخطوه الاولى كنتم معنا في هذا المشروع، بعد الله سبحانه وتعالى كان لكم فضل كبير بان انتم مش بس وفرت للطلاب موضوع التعليم، بل حتى موضوع الترفيه، حتى اكتساب المهارات لطلاب ما كانوا يعرفوا اي شيء، والان ما شاء الله شفنا اثرهم. الحمد لله. طبعا نحن لما بدانا في المشروع الاول نتيجه الخطوه المباركه من قبلكم، لما تم تصوير الاطفال الذين يعملون في مراكز القمامه، فكان المشروع ان ناتي بهؤلاء نستوعبهم في مركز تعليمي يقوم بتعليم مبادئ القراءة والكتابة ومبادئ الحساب ومبادئ الدين الإسلامي. فلدينا بعض الشعب الآن يحفظون، استطاعوا تعلموا القراءة والكتابة ومهارات العد والحساب والأداب الإسلامية، وبعضهم الآن وصل إلى خمسة، صار يحفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم غيبا بالتجويد الكامل. مع الوقت الأهالي لما وجدوا النتائج الطيبة عند أولادهم وبدأ الأولاد يعلمون أهاليهم، جاءتنا أولياء الأمور طلبوا أن نجعل لهم دروسا في التعليم أيضا، فافتتحنا مركزا، طبعا في ضمن المركز ليس عندنا غير هذا المركز، استوعبنا النساء أمهات أولياء الطلبة وكذلك الذكور، فجعلنا الأساتذة متطوع ومشكورين في تدريس النساء. الآن لدينا أكثر من امرأة الآن تتعلم، كم؟ أكثر من 100 امرأة الآن. 100 امرأة طبعا هو جاءنا أو في المرحلة الأولى 200 امرأة، لكن للأسف ليس لدي الكادر الذي يغطي كل هؤلاء، فالحمد لله الآن لدينا أكثر من 100 امرأة الآن تتعلم الآن القراءة والكتابة. أكبرهم كم عمرها؟ حوالي 65. طبعا 65 ما شاء الله. والآن عندنا الجدة وعندنا الأحفاد موجودون عندنا في المدرسة والآباء أيضا، جعلنا لهم درسا أيام الجمعة والخميس، أيضا الأساتذة مشكورين تطوعوا لإعطاهم الدروس. الآن المركز في الطاقة الاستيعابية الأعلى 80 طالب. 80 طالب. واللي جوع عاوزين نسجلوا كم؟ الآن في حولنا حوالي 600 طالب الآن خارج. 600 طالب أبداً، بس يعني المركز ما يستوعب. لا يستوعب المركز هؤلاء. هذه رسالة صراحة يعني إحنا نقولها، إحنا كما ذكرت بدأنا بخير بسيط وهذا هو قليل الخير، وإن شاء الله يعني بعد هذه الحلقة إن شاء الله نرى إن شاء الله هناك مبادرة تتسع لبقية الطلاب، لبقية الآباء، لبقية الأمهات. إذا 80 طالب استوعبهم المركز الآن 600 موجودين، وإذا الأمهات كانوا 100 يداوموا و200 عاوزين يسجلوا، أنا أعتقد إن شاء الله الخير في أمة محمد، وإن شاء الله نجد توسع هذا المركز والمنطقة هذه تغير كلها إن شاء الله تغيرت على الصعيد التعليمي بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن الآن وجدنا من خلال عملنا في هذا المركز أي شيء قليل سبحان الله يثمر وفيه بركة. بارك الله فيكم وشكرا لكم. بارك الله فيكم، حياكم الله. سبحان الله، يعني قبل عامين لما انطلق مشروع مدرسة عمران يمكن ختمنا بكلمة بأن القليل من الخير يخلو خيرا إلى ما لا نهاية، وهذا هو خليل قليل الخير اللي بدأ بحاجة بسيطة جدا، ورأينا ما شاء الله أثر على الطلاب وأثر حتى على تعليمهم وأثر حتى على تأثيرهم على أسرهم وأهاليهم. الأمر لم يقف فقط عند الطلاب بل حتى أهاليهم، أصبحت هناك فصول لمحو الأمية، وأنا يعني يشهد الله أنه النفس تسعد لما يرى هذا الأثر، لما يرى طالب ما كان يعرف القرآن ولا يعرف الرسول والآن تجد ما شاء الله يحفظ ويجود القرآن الكريم. وهذه الصورة وهذا النموذج اللي نتكلم عنه منتشر كثير في الداخل السوري، لم يحتاج إلا لقليل من الجهد وتشوف الأثر الآن موجود، تشوف المنطقة ممكن الآن الأثر اللي ممكن ينعكس عليها وحتى على محيط المنطقة، أمهات وأطفال الكل يتعلم ونظرتهم حتى تغيرت. الطالب كنت ما تسأله إيش حتكون وما أعرف، الآن قال حكون أستاذ، واحدة قالت حكون مساعدة للخير، الثالثة قالت والله حكون أستاذة. شوف حتى تفكيرهم ومستقبلهم تغير بأمر بسيط جدا، يعني لم يكلف إلا القليل.
العمران.